تقييس عدد مقاعد البرلمان واعتماد التصويت للافراد بدل القوائم وامكانيه سحب الثقه من النواب هي ابرز التعديلات التي ادخلها الرئيس التونسي قيس سعيد على القانون الانتخابي الذي ستجرى بموجبه الانتخابات التشريعيه القادمه اواخر هذا العام. اليوم هذه الطريقه طريقه تمكن الشعب تتيح له ان يعبر عن ارادته وان يختار الشخص الذي يريد في دائره انتخابيه ضيقه ويمكن سحب الوكاله منه اثناء المده النيابيه وهذا هو الهدف من وضع هذا المشروع المتعلق بانتخابات اعضاء المجلس النيابي القانون الانتخابي الجديد يمنع كل من له سوابق عدلية أو تتعلق به شبهة في ملفات الإرهاب والفساد من المشاركة في الانتخابات القادمة إلى حد أقصى الأحزاب التي لم تدعم 25 جويلية بالعكس هي عملية انتخابية جامعة لكل التونسيين ومن سيمنع من الانتخابات هو من كان عنده تاريخ اما في علاقه بجريمه معينه في حق في الحق العام او له جريمه انتخابيه وبالتالي لا احد يمنع حزب سياسي ان يترشح والقانون الانتخابي هو قانون يجعل لكل التونسيين الحق في الترشح ليس فقط حزب سياسي يرى مراقبون أن التعديلات الجديدة على القانون الانتخابي ستقلل من نفوذ الأحزاب داخل البرلمان الجديد على عكس البرلمان السابق ثلاثه اشهر فقط تفصل التونسيين عن اجراء انتخابات تشريعيه مبكره بعد حل البرلمان السابق وبقانون انتخابي جديد لتلفزيون فلسطين حياه بن هلال تونس